مع بداية البرايم السابق من نجوم بلا حدود، افتتحت كارلا بالتعاون مع يارا وفايا يونان جولة جديدة من لعبة شد الحبال مع وائل منصور. الحكم لأسوته وصرامته بتقييم المشتركين ما قدرت تخفي طيبة قلبه، خاصة لما حاولت كارلا ترضيه وعلى طريقتها الخاصة. حرام عليك يا كارلا، حرام عليك. زعلك ما بيهون علي عن جد. ليك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا جريحي. أنا لا، أنا مجروح. شكل موضوع التحدي فرصة للمشتركين بالتعبير عن حبهم لأوطانهم، إلا أنه خلى المنافسة طاحنه وصعبة. صورة نور الدين بشكل عام كل أسبوع عم تحلى عن أسبوع. أنا عجبني الفيديو ده بصراحة، أول فيديو أحبه لك يعني. كنت كتير وفية للفئة تبعك، شفناها بوضوح. الفيديو حاسة مش عارف، حاسة out of theme. من أحلى الفيديوهات اللي شفتهم لهلا. ليش في أحلى من لبنان؟ تأثرت، حبيت كتير المدلي. ده أحلى فيديو شفته النهاردة. قدي أنت تقدمتي وقدي شغلك أحلى من قبل، بعطيك علامة كاملة. رائع عن جد، بتشهينا نسافر للمحل اللي عم تحكي عنه، فكيف إذا بلدك الجزائر؟ حسيت إنه الفكرة حلوة قوي بس تنفذت غلط. ماريلين دايماً معودتنا على الفيديوهات الحلوة، وصفت بلدها من خلال 5 أشياء حلوة. والنتيجة صدمة خرجت عن كل التوقعات، بوقوف صاحب المرتبة الأولى عبد الرحمن الحريري بمنطقة الخطر وخروج رولا قادري من بعد ما حقق زاهد في الإمبان عن فئة العلوم والثقافة معدل العلامات الأعلى وفاز بالمرتبة الأولى. والليلة كل مشترك من 10 مواهب عربية صار على مفترق طرق، إما الخسارة والمغادرة أو الفوز بفرصة خوض تحديات جديدة بطريقه لتكوين هويته الخاصة كمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستمرار بالمنافسة على لقب النجم يلي تخطى كل حدود. مساء الخير. مع بداية كل برايم من نجوم بلا حدود بتتناقض المشاعر ما بين الأمل والخوف عند المشتركين وجمهورهم، والليلة باقي معنا 10 متنافسين وهدف كل واحد منهم يتخطى تحدي الليلة بمضمونه البيئة يلي بمس بشكل مباشر بكل المخلوقات العايشة على كوكب الأرض. تفاصيل هالتحدي وغيرها من يوميات المشتركين عم بتشوفوها دايماً من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن. بينما إذا بدكم تدخلوا على كواليس مسرح برايم نجوم بلا حدود، فما عليكم إلا تعملوا فولو لصفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام يلي عم يظهروا أسفل الشاشة. ولكل يلي بيحبوا يتابعونا أونلاين، عم بتشوفونا حالياً عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. وهلا صار الوقت نستقبل اعضاء لجنه الحكم، وبزقفه كثير كبيره بنرحب بيارا. فايا يونان. وائل منصور. عن تفاصيل تحدي الليلة وغيرها من حكايات المشتركين منشوفها بهالتقرير. مع وصول سباق نجوم بلا حدود إلى منتصفه، تغلغلت لقلوب المشتركين مشاعر التعب والاشتياق للوطن، البيت والعيلة، وتحديداً الأم بيوم عيدها.
وبهالحالة ما قدر كل المشتركين الغايبين من مدة طويلة عن أمهاتهم يكبحوا دموعهم اللي تلازمت مع كلمات حلوة عايدوا فيها ست الحبايب. ماما حبيبة قلبي كثير اشتقت لك. فيديو واحد ما بيقدر يعبر عن شكري وعن حبي وعن كل شيء. ماما أنا أشكرك على كل شيء تعبتي بيه وياي. صحيح أنا ماني معك بعيد الأم، بس قلبي وروحي كلهم معك. خلي لي إياك يا رب. أمي إن شاء الله تكون بخير، وحشتيني مرة، وأتمنى أشوفك يعني في أقرب فرصة صراحة. والله العظيم والله العظيم بيجي عليها وقت كتير قوي، بتمنى ان انا اخرج من البرنامج. السبب الرئيسي هو ان انا عشان ارجع اكون معاك، لان بجد بجد انت وحشتيني جدا. ماما يا احلى ماما بحياتي، يا توأم روحي، يا سندي، يا دعمي بالحياه. كتير 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 بحبك، مع انه اوقات ما باين لك هذا الشيء، بس عن جد كتير بحبك. امي الغير، لانه امي هي رفيقتي، بنتي وامي بنفس الوقت، هي كل شيء، هي نص الدنيا والدنيا كلها بالنسبة لي. هي أمي، هي زوجتي، هي حبيبتي، وهي أحلى وحدة، هي حلوة. بون زامي قلت لك مي كامل وصلتي على جنك كنا صغار. حبيت أقول لك يعطيك الصحة، وأنت هي القدوة تاعي. معك كثير غالين علي، دياكي ما تبكي، ما في شيء بيبكي. أكثر شيء أحبه فيكي هو طيبتك، روحك المرحة، هو كيف دائما بتحبي الحياة. أني كتير كتير قوية، تدعمينا وعم تعطينا معنويات. بعد الوالد انت صرتي الأم والأبو وكل شيء، تستاهليني سولك تمثال من ذهب. أنت سندي ودعمي، عزبتك كتير وبحبك كتير، ونحبك بزاف. حبك قد الدنيا، أكثر من الدنيا. كل عام وأنت بألف ألف ألف خير. أنا صناعت إليك أنت يا. بعتذر منك إذا شي مرة زعلتك بشي. مام أنا كتير بحبك. كل عام وانت بخير، يا أحسن أم في العالم. لو أنت موجودة الحين مسكت راسك ويدك، وشكرا لك ماما. هالمناسبة المهمة شكلت فخ وأعفي المشتركين بعد ما ظنوا أنه راح تكون موضوع التحدي لهالأسبوع، ولكن بما أنه نجوم بلا حدود برنامج خارج عن كل التوقعات دايما وأبدا، موضوع هذا الأسبوع إعادة التدوير أو ريسايكلينج. كانت الصدمة مع آلين سيلين وإعادة التدوير عنوان للمنافسة، وعلى هالأساس أعاد المشتركين العشرة تدوير نشاطهم وتحفيز مواهبهم لأقصى معايير البحث عن أفكار ملهمة وجديدة، خاصة أنه الخطأ بهالمرحلة ما عاد مسموح. فمع تضاعف صعوبة التحديات وانحسار المنافسة بين الأقوى، صار احتمال الوقوف بمنطقة الخطر مفتوح لكل المشتركين، والاستمرار على طريق النجومية بده على الأكيد إبداع بلا حدود. يارا، فايا، ووائل، أهلا وسهلا فيكم من جديد. وبداية مع يارا، شو هالأزرق الحلو يارا. نتائج البرايم بخروج أو بقاء مشترك، عم تتلاقى مع توقعاتك أو عم بتفاجئك؟ مساء الخير كارلا، شو هالأصفر الحلو. يعني أنا حابة أتغزل أنا بيارا. ما خليني. تفضل وائل. لا أنا لازم أقول أنا يعني الأصفر ده لوني المفضل أصلا. الله حلو الأصفر، السنة مودة. يا سلام. تسلم، شكرا يا وائل. يا سلام يا وائل، يا حلو. أنا قلت ربيع وهيك بداية فصل الربيع، حلو نلبس لون. شو ما تلبسي حلو، عيونك الحلوين. ميرسي يارا. نسينا السؤال قد ما، لأنه خروج أو بقاء مشترك من المشتركين عم بيكون مثل توقعاتك، يعني عم تتوقعي هذا الشيء؟ لا صراحة، في اشي عم نتفاجأ فيها، وفي أوقات مشتركين عم بيكونوا ما عم بيقدموا جديد، وما عم يتقدموا كمان بالأحرى. شكرا يارا. مرسي. فايا، شو هالعيون الحلوين يا فايا. شكرا. شو رأيك باختيار إعادة التدوير كموضوع للتحدي الليلي؟ كتير يعني انبسطت وقتها سمعت التحدي اليوم، لأنه موضوع كتير مهم. دائما هيك منقول، بس عن جد أنا كتير بحيي يعني القائمين على نجوم بلا حدود، عم نشوف مواضيع عن جد بيهمنا نضوي عليهم، وكتير مهم كمان التوعية، وكتير محمسة أشوف يعني شو في حلول وشو في شو محضرين. شكرا لك فايا. وائل. نعم.
شو هالهضامة؟ شو هالكياتة؟ يا سلام وائل حباني النهارده. شكرا لك وائل. شو التعليقات يلي عم تتلقيها من معجبينك على السوشيال ميديا عن المشاركة مشاركتك بالبرنامج؟ هو التعليق الحمد لله اللي عاجبني انه انا مش قاسي ابدا ولا شوي. انت اللي قاسي عليا يا كارلا. انا والله نحن خلص صلحنا الاسبوع أوكي. الماضي ماشي ما نشوف النهارده. لا انهم قلت لي انه انا الشمس اكيد ما راح ازعل. لا انهم بيقولوا ان انا مش يعني ان انا لوجيك الحمد يعني ده من التعليقات عشان كنت كل شويه لما بطلع من الحلقه بقول يمكن اكون قاسي شويه فلا الحمد لله. شكرا وائل. انا هون بدي اقول كمان شغله يعني لوائل لا منك قاسي يعني بالعكس ما انت ما بتقول تعليقاتك بهدف التجريح بحدا عم تقول رايك بكل موضوعيه مثل ما شايفه من موقعك المحترف فتحيه لك وائل. شو رايك بهالجمله؟ يا لهوي دمي راضي علي النهارده. مصير اثنين من المشتركين معلق برأي وعلامات لجنة الحكم لأنه بمجرد حصولهم على أقل معدل رح يوقفوا بمنطقة الخطر وينتظروا تدخل الجمهور لإنقاذ واحد منهم بالتصويت عبر صفحة الآن على فيسبوك. التحدي ابتدأ ومن السعودية مع زاهد فيلم بان عن فئة الثقافة والعلوم ناطرين نشوف إذا رح يبهرنا الليلة كمان ويحافظ على المرتبة الأولى. أي شيء ملموس في العالم مصنوع من الذرات ومصنع الذرات هو أكبر الأجسام في الكون. النجوم مصدر للطاقة وداعمة للحياة ومدمرة للعوالم عندما تموت، والنتيجة من كل هذا هو الغبار النجمي ستاردست، ومن الغبار النجمي ستولد نجوم جديدة. يقال إن الهيدروجين في مياه بحر الأرض تم استخدامها على الأقل بواسطة ثلاثة نجوم منذ بداية الكون. فواضح إنه إعادة التدوير مزروعة في الكون منذ الأزل، ولو فضلنا نستخدم مصادر الكوكب بدون ما نعيد استخدام المواد بنكون كسرنا دائرة مهمة في الطبيعة وحتكون عواقبه مش كويس لنا. خليك نجم ريسايكل. مساء الخير زاهد. مساء النور يارا. شفتي زاهد نجم بالفيديو اللي قدمه؟ مساء الخير زاهد. مساء النور. اكيد نجم زاهد ودائما اسبوع لاسبوع عم بي يعني عم بياكد هيدا الشيء ودائما عم بيكون عم بتكون اعماله بتزودنا بمعلومات جديده. هلا حلو الفيديو. انا بالاول شوي عم شوف شو عم بيصير بين النجوم والأشدزو والكواكب وال الأشدزو. مين الأشدزو ده؟ هدا ما فهموش ده نوع من الحلول. ده انت لازم تفسره له الايه؟ يعني H2O. الأشدزو H2O يعني المي مخيخ دولوجين ودولو المية تروي العطشان. ماشي حلو الفيديو حبيتي ما أبهرك حبيتي. شكرا لك يارا. فايا شو أكثر شيء سيطر على اهتمامك بهالفيديو؟ هي فكرة زاهد كيف طرح الموضوع يعني ما طرح لنا إعادة التدوير كشي خيار عنا يا أو شيء ترفيهي. حبيت إنه أنت حطيته كأنه إذا نحن ما عملنا ريسايكلينج نحن عم نخالف الطبيعة يعني نحن ما عنا خيار. حبيت صحيح. كيف وصلت هاي الفكرة؟ يمكن شوي أنا مثل يارا كان في بطء يعني الإيقاع كان بطيء بالأول بس يعني بعد ما نشوف الآخر شيء وبحب كتير البانش لاينز تبعك إنه خليك نجم ريسايكل دايما عندك شيء بالنهاية بحبه. شكرا لك فايا. وائل نعم. على أي معيار ممكن تعطي زاهد العلامة الكاملة اليوم؟ أنا ممكن أدي زاهد بصراحة to be honest أنا أختلف معاهم شوية. الفيديو ده يعني عبقري. فكرة ان انت بتتكلم على النجوم نفسها بتعمل ريسايكلينج وانها بتستخدم حاجات من المية وانه اذا الطبيعة دي اساسها احنا ليه ما نعملش كده وجاب البروز والكونز بتاعت اللي احنا بنعمله في الطبيعة وفي الاخر البانش لاين خليك انت النجم يعني انت زي الستار اللي بتعمل ريسايكلينج وفي نفس الوقت بوزيتيف مسج فيها
فانا شايف انه ده it's one of the most brilliant videos I've seen so far. Thank you. شكرا شكرا لك وائل. مش عارف ليه اتحدث الانجليزيه، لا ادري لماذا. انت من اجد ذو اخذ لك على اجد ذو، قلت بقى اخش انا في الانجليزي كل واحد بقى يبين عليه مو بقى. هيك بس مبسوطين، يلا مبسوطين بالانجليزي بالعربي باللي بدك اياه. احنا بانتظار العلميات اكيد من اعضاء لجنه الحكم. زاهد، شو تطور، شو اللي خليك تطور بادائك بهالشكل؟ بلا شك لأنه طول الأسبوع إحنا بنشتغل في صفوف، يعني تحسين من خبراء وزي كده، كلها يعني ما ضاعت هباء يعني. يعني ما بتكتفي بالمعلومات يلي عندك إياها، دائما بتحاول إنه أكيد بتكون updated. صح. طلعت العلامات، خلينا نشوف معدل العلامات اللي بتحصل عليها. 70 على 75. برافو زاهد. شكرا لك. إعادة التدوير موضوع الساعة حول العالم وتحدي بيواجه كل سكان الأرض في حال أرادوا توريث بيئة نظيفة للأجيال الجاية، ولهيك هو واجب إنساني وأخلاقي على كل البشر، ومعه تستمر المنافسة. بس بعد الفاصل. نجوم بلا حدود بالبرايم الحماس السادس مستمر، والتحدي كيفية الحفاظ على الموارد البيئية باعتماد إعادة التدوير كأسلوب حياة. هالموضوع ما سهل المنافسة أبداً على المشتركين يلي بتقدروا تعرفوا عنهم تفاصيل أكثر بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس ساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلا مع نور الدين امين من العراق نرجع لاجواء المنافسه، لكن هالمره على طريقه نجوم الفن السابع وشاشه السينما. اعاده التدوير مصطلح نسمع به ونهتم له شويه بعدين نطنشه، زين ليش؟ اعتقد احنا بحاجه الى توعيه اكبر عن موضوع اعاده التدوير، وللأسف جيلي سمع عن إعادة التدوير بعمر متأخر. وعلى مود هذا الشيء خلي أحكي لكم عن أهم فيلم ناقش ضرورة إعادة التدوير وشنو اللي راح يصير بينا إذا ما اهتمينا بهذا الموضوع. راح أحدثكم عن فيلم وولي. راح تساعدني بالريفيو؟ أهلا وسهلا. أوكي، وولي هو آخر روبوت على الأرض بعد ما هاجرت البشرية بسبب طفحان النفايات، ويظل يعيد تدوير النفايات الوحدة لمدة 700 سنة. الفيلم يوصل لنا رسالة تحذيرية إنه إحنا كلنا زوار على هذه الأرض، ولازم نهتم بيها مو بس على مودنا وإنما على مود الأجيال القادمة. مساء النور يا نور الدين. مساء الخير. بداية مع فايا، كيف تميز نور الدين بهالفيديو؟ بكل شيء، أنا كتير حبيت الفيديو تبع نور الدين، كل شيء، طريقة التصوير، الإديتينج، الفيلم اللي حكيت عنه كتير بدي أشوفه هلأ، وحبيت كيف حتى بلش هو إنه عم بيشوفك من خلال تلفزيون قديم، يعني كتير فتنا بجو الريسايكلينج وكتير مبدع الفكرة. شكرا فايا. يارا، اتحمستي تحضري فيلم وولي؟ جدا. هلا عم نحكي انا ووائل، ما بعرف كيف فينا نلاقيه ونحضره، كنت بدي اساله. انا بجبلكم اياه. شكرا. ميرسي. من وين جبت هذا الروبو؟ الروبوت صدفه انه موجود المكان اللي نصور فيه، انا شفته من زمان وظل ببالي، فاجت الفرصه انه يطلع معي بالشاشه. انت من الاشخاص اللي عن جد كل اسبوع يعني منقول شو رح يقدم، يعني دايماً عم تبهرنا كل أسبوع بفيديو أحلى من قبل. الفيديو كتير حلو، كتير مهضوم، في معلومة جداً مفيدة، بكفي أنه رح نحضر الفيلم. وجع لنا قلبنا هيدا الروبوت، كتير مهضوم، كتير حلو. لايك. شكراً. وائل، برأيك نور الدين قدر من خلال هالفيديو يكون منافس قوي؟ طبعاً، لأنه الفيديو ده من احلى ثلاث فيديوهات لغايه دلوقتي شفتهم في الموسم ده كله. يعني هو فيلم وولي، طبعا انت عارف على اي ام دي بي واخد من احسن 50 فيلم لغايه دلوقتي. اكيد. والفكره كلها بالاديتنج، يعني
شكراً. 5 من 5. شكراً. أكيد بانتظار علاماتكم. نور الدين قد ايه فرحان بتعليقات أعضاء لجنة الحكم؟ جداً فرحان صراحةً. فيلم وولي واحد من أفضل الأفلام بالنسبة إلي، وصارت الفرصة إنه أقدم بفيديو حلو أوصل رسالة جيدة عنه. خي، والتعليقات كانت كتير إيجابية. هلأ زاهد أخذ 70 على 75. نعم. لنشوف إذا رح تحصل على أكثر من 70 كمعدل. 74. واو، علامة وحدة كنا سكرنا السكور. نور الدين أعلى معدل لهلأ. مظبوط، بيستاهل بيستاهل. يعني 6 حلقات أكثر معدل، وأكيد أنت لهلأ بالمرتبة الأولى. شكراً لك. بشك حدا يسبقك الليلة، ما بعرف. مع سارة يوسف من فلسطين عن فئة الفلوج، منشوف وجهة نظر مختلفة بإعادة التدوير. وهلا صاروا هدول جاهزين، وحاجيكم كيف افرز اغراضي واعاده تدويرها بكل سهوله. علبه كان فيها مية وارد، لما خلصت استعملتها صابون للوجه. بعد ما خلصت علبه الشامبو حبيت هاي كتير، ما حبيت ارميها، هي علبة مربى واستعملتها قطنيات لوجهي. ما بدي هذا القميص، ممكن استفيده بشي تاني او اعطي للمحتاجين اللي بيحتاجوه اكتر مني. وهيك شفنا بحياتنا اليومية اشياء عن تدويرها بطريقة سهلة ومبسطة، وهلأ حورجيكم ليش لازم نعمل اعادة تدوير. مساء الخير سارة. مساء النور. بداية مع وائل، شو رأيك بالفيديو يلي قدمته سارة؟ هو الفيديو حلو كفكرة، يعني مقسمها ريسايكلينج، يعني نعمل ايه والحاجات اللي احنا مش مفروض ان احنا نرميها ممكن نستخدمها، وحاجات ممكن نرميها علشان تعمل لها ريسايكلينج. all in all شايفه سيف، بس مش شايف لسه في حاجة جديدة ومفيش، يعني بس اللي زعجني في الفيديو ده الاستمرارية بتاعت التون. يعني انتي كنتي ساكتة خالص، ما فيش اي كلام، بعدين فجأة روحتي ودلوقتي هقول لكم، فاهمة قصدي؟ اللي هو ما بتديش صافت كده. شكرا لك وائل، وصلت الفكرة بجد. وصلت يا فندم. ايه بجد والله، يا انا بفهم عليك عالطاير، ما بعرف. فايا، شو تقييمك للمحتوى، محتوى الفيديو؟ مساء الخير سارة. مساء النور. أنا كنت حقول مثل وائل إنه الفيديو حسيته سيف، يعني هو جيد، بس لأنه نحن عم نتقدم بالبروجرام بدنا بقى شيء، يعني زاهد ونور الدين مثلاً حسيت أبهرونا. الفيديو تبعك منيح، منه عاطل، يعني وصل الرسالة، شرح بطريقة مبسطة، بس منه يعني هالشيء المدهش. هلأ أنت الفئة تبعك الفلوج عندك كتير مجال تكوني عفوية، عرفتي؟ حبيت كيف عم تصوري بالسيلفي وهيك، بس بعد عندك يعني شوي في جمود بمحل إنه اليوم رح نخبركم، عرفتي؟ بس حاولي تكوني على طبيعتك شوي أكثر. شكراً لك فايا. يارا، على شو بتعطي لايك بهالفيديو؟ على شخصية سارة، شخصيتها. يعني عم بتقول فايا، كنت عم تقولي بالآخر أنه شخصيتها كتير قوية، أنا معجبة بشخصيتها لأنه بتشدك. يمكن هي أقوى من الشيء اللي بتقدمه، شخصيتها هي وهالحماس اللي عندها أقوى من العمل اللي هي بتقدمه، فبحس إنه لازم تقدم بعد أحسن، لأنه شخصيتها كتير هيك بتفرض. أنا كتير معجبة بهالحماس عن جد، فعلاً المهضوم، الفيديو مهضوم، يعني حلو كيف اختارت هيك الألوان ونسقتهم، بس إنه مثل ما قالوا ما في شيء جديد وزيادة. شكراً لك يارا، أكيد بانتظار علاماتكم. سارة، أنت بحياتك بتقومي بالتدوير؟ أكيد، متعودة من أنا والصغر على هذا الشيء، لنحافظ على نظافة بيئتنا دائماً. برافو سارة، هاي إنفلونسر رائعة الليلة. خلينا نشوف أعضاء لجنة الحكم، معدل العام يلي بتعطيك إياه يا سارة 41. ترتيبك بالمرتبة الثالثة، أنت ثالث مشتركة بالمرتبة الثالثة. شكراً لك. Thank you.
وهلا مع جنان وكيل من سوريا مننتقل بالتحدي لفضاء الكلمة والشعر لنعرف كيف ممكن يكون لها تأثير بالتشجيع على إعادة التدوير. أيها العابرون فوق جنينتي آمالي، أنتم المطر وجسدي الأرض العطشة. سمعت الأرض تئن هكذا يوما. عبروا فوق جسدي ما شئتم، فأنا معتادة على بصمات الأقدام، ولكن جوفي مزدحم بمخلفات العابرين، بشيء لا يفيد أحد ويؤذيني أنا وزوجي البحر وأبناؤنا الذين يلفظون الموتى كل يوم سمكة بعد سمكة. مهلا، أنا أقدس حزنك، لكن دعيني أخبرك أن هذه الأشياء ثمينة إن عاودنا تدويرها وخلقنا لها معنى من شيء لا معنى له، فصارت بهية الشكل مفيدة ولا تؤذي أحد. مساء الخير جنان. مساء النور. بداية مع يارا، وصلت لك العبرة من خلال الشعر والفيديو؟ هيدا مش شعر، هيدا قصة. قصة كتير حلوة، كتير مؤثرة، رسالة دغري بتوصل. حبيت صوتك اللي مغيرتيه أول شيء، اللي هي الأرض اللي عم تحكي، قدي مؤثر هيدا الشيء، وانت عم بتردي وتجاوبي عليها كمان لايك. شكرا جنة. يارا وائل، عجبتك فكرة الحوار يلي قدمتها جنان؟ جديدة ما تقول لا. لا يا جديدة طبعا، أكيد حلوة، بس فكرة الأرض بتتكلم قلبت كرتون شوية، فده يعني أوقات لو أفورتي في الفكرة ممكن تقلب ضدك، إنه الموضوع يبقى ساخر. يعني فكرة الأرض وهي عمالة تتكلم كده، أنا كنت معاكي في الموضوع، بعد أول ما شفتها ابتديت أضحك، فاهمة؟ فبيخلي بالك من الحاجات دي يعني. بس هو ده ممكن أقول عليه فيديو سيف، بس يمكن الجماليات، أنت بتتميزي في الجماليات جدا، في الصورة بتاعتك حلوة. شكرا شكرا وائل. فايا، وين عم بتشوفي تطور عن جنان من فيديو للتاني؟ جنان من أكثر الناس اللي تطوروا من أول فيديو، بس في شيء ملاحظة يعني، رجعتي وقعتي بالفخ هيدا، لأنه كتير شيء مباشر. مثلا حسيتي لازم تفرجينا الأرض هي وعم تحكي، ما كانت فكرة الحوار كتير حلوة وواصلة الفكرة، الأرض والإنسان عم يتحدثوا، فحسيتي لازم تشرحي. يمكن عملتي editing هون، أنا كمان كسر المود، حسيت أنه كان في كتير شاعرية وجدية. كوكب الأرض كبير قوي، هو ده بقه صغير حبيبي. والله هذا اللي زعج. بس هيك يعني بتوقع بفخ، انه لانه شعر بتحس بتخاف تروح كثير تجريدي، فلا ما ضروري تكوني مباشره هالقد. شكرا لك فايا، اكيد بانتظار توضعوا العلامه المناسبه لجنان. جنان، من وين استوحيتي فكره الحوار بينك وبين الارض؟ انا بموضوع اعاده التدوير بحثت عن الجانب اللي فيه احساس، فخلقت هذا الحديث مع الارض. شكرا لك فايا، نحن بانتظار توضع العلامة المناسبة. ريدي، خلينا نشوف علامة جنان على 75. 60. ميرسي. خلينا نشوف ترتيبك جنان، رح تكوني بالمرتبة الثالثة. شكرا جنان. نجوم بلا حدود مستمر مباشرة على الهواء وبالبث الحي عبر قناة الآن على يوتيوب، بس بعد الفاصل. منرحب من جديد بجمهور نجوم بلا حدود، وبذكر انه موضوع التحدي الليلي حط المشتركين امام مسؤوليه كبيره تجاه البيئه وسكان الارض، وائل بيوافقني. ولتعرفوا كيف استعدوا للمنافسه، تابعوا اليوميات من الاحد للخميس الساعه 10 بتوقيت السعوديه، واعملوا فولو لصفحات الان على فيسبوك تويتر وانستغرام. وهلا مع سمر انطون من لبنان بانتظار نصايح مفيده وصحيه ضمن موضوع التحدي وفئه الويلنس.
لازم نتبع نمط حياة صحية، بس كمان لازم نفكر بإعادة التدوير، خصوصي إنه النفايات بتأدي لأمراض كتيرة. فضلات الأكل ممكن تتحول لخلطات مفيدة جداً للصحة من خلال إعادة استعمالها. ممكن نستعمل قشرة زنجبيل اللي عادة نكبه لإعادة شاي من خلال غليه لمدة 5 دقايق. أهم فوائده إنه بيساعد بالهضم. ممكن نحضر كمان انفيوجن من جزع الكرز، مثبت علمياً إنه بيساعد للتخلص من آلام المفاصل. فضلات الخضرة المقشورة ممكن تنقعها بالماء من 6 لـ 8 ساعات لتمتصهم، وهيك منكون عملنا مرقة أو ديتوكس بروث بتخلص الجسم من السموم وبتساعد بالتنحيف. اللي بيبقى من نبتة الحبق ممكن ينزاد عنينة زيت الزيتون، وهيك بيعطيه نكهة حلوة وبزيت الوقت بزيد من فوائده. هالنوع من إعادة التدوير ممكن نعمله بأي وقت ببيتنا، وهيك بخطوة صغيرة فينا نساهم لبيئة أفضل وبالتالي لأمراض أقل. يا أهلا وسهلا بسمر. مساعد لنريح لك أعصابك. منبلش مع يارا يلي بتحب المشتركين كتير ودايما بتشجعهم. يعني إذا بدك تقولي شيء سلبي بحس ما بيطلع منك أصلاً السلبي، بس لا هيدي الأشياء بتهمني أنا بعملها بالبيت. يعني رح تاخذ يعني بالنصايح أكيد. الكرز هيدي ما بعرفها، هي معلومة جديدة، بس الجنجر فينا نزيد كمان إنه بيضعف وبيسرع الميتابوليزم كمان. أنا قلت أهم فوائده. إيه لا أكيد أنا عم هيك عم زيد، لأنه المعلومات كتير زيادة الخير خير كتير بتهمنا نحنا يعني كصبايا. الفيديو مهضوم وفي معلومات بتهمنا. شكرا لك يارا. فايا شو رأيك بالصورة يلي اشتغلت عليها سارة؟ كتير حلو التصوير من فوق. وسمر كمان سمر حتى اللي انا كان دائما تعليقي انه بحس في شيء مونوتون. لا هالاسبوع حسيت كسرتي هذا الشيء، كان في شغف اكثر انت وعم تحكي، حبيت كثير. وفكره يعني فيها معلومات قيمه، لا حبيت الفيديو كثير. شكرا فايا. وائل شو تقييمك لفيديو سمر ضمن المعايير الخمسه؟ ضمن المعايير الخمسه طبعا الكونتنت بتاعها من افضل المحتوى اللي موجود في البرنامج، وسمر من المتسابقين اللي مش عارف ايه بالعربي بالانجليزي they grow on you. اجنبي يعني بيكبروا تتعود عليه كيف يعني تفهمهم يعني they grow on you، يعني اللي هو بتتعود عليهم وبتحبهم بتفهمهم اكثر. يعني انا مثلا اذا literally اذا سمر عندها شانل I would subscribe، لانه معلوماتها سهله وبسيطه وفي نفس الوقت بتخليك تفكر ايه ده، طب ما انا اعمل كده انا كمان. فما دام وصلت الفكره يبقى شابوه، برافو. شكرا لك وائل. اكيد بانتظار علاماتكم. مش بس انا متفاجئه، انت كمان يارا متفاجئه بتعليقات وائل الليله. والله اللي انت شابوه. سمر مين اكثر حدا من الحكام رايه بياثر فيكي؟ ثلاثتهم بيأثروا فيي، كل واحد على طريقته، وكل جمعة بنطر نصايحهم كرمال اتقدم بالجمعة اللي بعدها. انت كده دبلوماسية بقى يا مش ما ينفعش. ما اصلا الإجابة ما بتأثر على العلامة، لأنه ديجا اصلا طلعت العلامة. مش هيك؟ صح. يعني نشوف قد ايه على 75 سمر أنطون عن فئة ويلنس. 66. ثانك يو. وترتيبك سمر بيكون على الشكل التالي مع 66 نقطة. مرتبة الثالثة. Thank you. Good luck لإلك سمر. مع عبد الرحمن الحريري من سوريا منشوف شو حضر لتحدي الليلة بأسلوبه الرياضي. التطورات بصناعة السيارات ظهرت مشكلة كبيرة، وهي حجم الإطارات التي يتم رميها سنوياً. إحدى الحلول للتعامل معها هي إعادة استخدامها بمجالات مختلفة زي الرياضة اللي صار فيها الإطار جزء أساسي من الفول بادي ووركاوت، لأنها تحتاج جميع عضلات الجسم لتحريكها، وهذا طبعاً بيحرق سعرات حرارية كتير وبيكون مناسب لحرق الدهون وبناء العضل بنفس الوقت.
شهل عبد الرحمن، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. بدايه مع فايا، اقتنعتي بالاقتراح يلي قدمه عبد الرحمن؟ ايه، ما كنت عارفه انه هيك بيعملوا. حبيت المعلومه جديده، بس انا حسيت انه هي معلومه واحده اخذناها ويعني اشتغلنا فيها كل الفيديو، حتى اخر شيء شفنا بس الدولاب هيك عم نعمل له زوم اوت. بس بتعرفي انه الدولاب اكثر شيء بيلوث اذا اتلفناه؟ Exactly. ممكن لأ، أنا حبيت المعلومة بس ما بعرف كان في شيء. كارلا بحسها محامي حتكون مش مقدمة، بس مثلا بالأخير شفنا إعادة التدوير، شو ما يعني ليه ما ضفت شيء؟ حطينا أنه بس شفنا إعادة التدوير، كان في شيء تاني؟ فكرة، هي الفكرة. إيه بس إنه شو المسج؟ عن وين التحدي يمكن هو وضع آخر شيء؟ ما هو the idea was إنه الدولاب لأنه من أكثر الأشياء اللي ممكن تلوث البيئة عنا، فبدل ما ننظر له كقطعة ملوثة ممكن ننظرها كسبجكت ممكن نتمرن فيها ونتسلى فيها. وتفيدنا. وأنا حبيت إنه عملت كذا تمرين، بس ما بعرف حسيت بعدين صار إنه نرجع نعيد نفس الشيء، بس هيك هذا يعني. شكراً لإليك فايا. يارا، شو رأيك بأسلوب عبد الرحمن لتوصيل المعلومة؟ أول شيء عبد الرحمن هذا الدولاب غسلته، أهم شيء النظافة عندي. مغسل مش مبين مغسل، لأنه بدغري بحط لك علامة واطية. مبين مش مغسل. بلا بلا مغسل. بعدين ريشي شالي. بعدين إذا بدي استعمل دولاب هيك أنا بدي عيط لعبد الرحمن يجي يساعدني طيخه طيب أبلش. لا بتاخدي أصغر. لا بدي هيدا الكبير. طموحك. عبد الرحمن الفكرة كتير حلوة، حبيت الفكرة لأنه مثل ما قلتوا إنه هيدا أأذى شيء وكتير بيؤدي لتلوث كتير كبير، فالفكرة حبيتها وحبيت إنه كيف نستفيد منها بالرياضة وحمستني هلا. يلا بسرعة بسرعة. Thank you. شكرا يا روائل، شو تعليقك على هالفيديو؟ تعليقي هو طبعا فكرة الريسايكلينج إنه أو إعادة استخدام عادة التايرز دي في الكروسفيت والحاجات دي، طبعا أكيد نقطة هايلة. It's a safe video بالنسبة لي، يعني هو safe، مش حاجة تحطك في التوب ولا تحطك in the bottom. بس تعليقي على الجرافيكس، يعني لما حطيت إعادة تدوير حسيتها كأنها ستوري على الانستغرام، فاهم؟ تستخدم الكلاسيك فونت. لو شفت زاهد ونور وجنان وسمر ار ستيبنج ات اب في حته الجرافيكس وفي حته البتاع، حاول تكيب اب مع الحته دي مع الكونتنت بتاعك. لو اشتغلت على الجرافيكس دي الجماليات كلها ترجع زي عبد الرحمن من اسبوعين. اوكي، شكرا لك وائل. نعم عضلات بنت زاهد، ما حكينا عن العضلات. بنت زاهد العضلات حلوين. ايه العضلات ما فينا نقول شيء عنهم. بنت زاهد اكيد لا، حطوا العلامه على العضلات. شو وائل؟ حاضر. خلص بسحب كلامي وائل، ده ما بدي زعلك. عبد الرحمن، انت استفدت من تجربه الوقوف بمنطقه الخطر؟ ممكن استفدت انه حسيت ما بدي اوقف بمنطقه الخطر كمان مره، لانه ممكن يكون حدا كثير بحبه واقف جنبي بمنطقه الخطر، وما بدي هذا الشيء يصير ان شاء الله. لا خلينا نشوف، نتطمن بس نشوف المعدل يلي حصلت عليه على 75 53. شكرا لك عبد الرحمن. عبد الرحمن بتحب تشوف ترتيبك، انت بتعمل رياضه بتحب تركض، برافو. لكن ترتيبك عبد الرحمن بيكون على الشكل التالي، الخامس. ثانك يو عبد الرحمن. ونرجع نشوف عم بمزح. شكرا لك. مع نور ابراهيمي من الجزائر، بنعرف اذا فينا نساهم باعاده التدوير خلال المغامره والسفر. كاين بزاف ناس يحبوا السفر وانا وحده منهم، واقل شيء نقدر نعملو به نوري امتناني للارض اللي راني عايشه فيها هو اني نسافر بطريقه مسؤوله، نحترم الاماكن اللي نزورها ونخليها للي يزورها بعدي. كلنا نعرفوا بان شرب الماء مهم بزاف خصوصا في وقت السفر. الحاجه اللي ما نعرفوهاش انه 80% من قارورات البلاستيك العاديه لا يعاد تدويرها. الحل البديل هو هذه القارورات القابله لاعاده الاستعمال عده مرات، وبهذه الطريقة نوفر من مصروفي خصوصا اذا كان الماء الحنفية في البلاد اللي راني حاليها قابل للشرب. وقررت نستعمل كيس من القماش عوضا عن اكياس البلاستيك ونعتبره كسايل ليا. واخيرا نتكلموا عن الاوتيلات. انا نعرف بان فكره استعمال شامبو مجانا من الاوتيل فكره مغريه جدا، ولكن فكروا بان كل مره تستعملوا فيها قاروره شامبو من الاوتيل حتى ولو بقى فيها ترمى، وفكروا في عدد القارورات اللي راهي تترمى من الاوتيلات حول العالم.
انا الحل اللي نعمله اني نجيب قارورات صغيره من المنزل نمليها بالمستحضرات اللي نحتاجها، وبهذه الطريقه نكون وفرت البلاستيك اللي راهو يترمى حول العالم. مساء الخير نور. مساء الخير. بداية مع وائل. وائل شو تقييمك لأداء نور؟ نور يعني أنا ما حبيتش الفيديو خالص. أنا مش عارفة ليه قاعدة كل شوية قاعدة مربعة. كفلوجر كاين أماكن وين تسحق تسافر وتوري، وكاين نصائح لازم تكون قاعد باش النصيحة توصل. بس حتى الكادر نفسه بالكتاب اللي موجود تحت ده عمل ديستورشن كده في الكادر نفسه، حاسه غلط. حاسس انه معرفش في حاجه ناقصه في الفيديو. يعني لو انت مش قادره تتحركي او تعملي اعملي جرافيكس، اعملي انيميشن، اعملي اي حاجه بتدل، فاهمه قصدي؟ ممكن تعملي ريكونستراكشن للاحداث، ممكن يعني ثينك اوت اوف ذا بوكس، فكري بره الصندوق ازاي تعملي فيديو يكون ناجح، لان المحتوى بتاعك مش وحش. فكملي على الجماليات بتاعتك والكرياتيفيتي. ثانك يو. شكرا وائل. شكرا يارا. معقول تنفذي نصايح نور؟ اكيد في اشياء، خاصه الكيس، كيس واحد للشوبينج بقد ايه؟ ماشي من كذا كيس هني كذا هو كيس قماش بس انه كبير. لا معلومات يعني عن جد ما بنكون منتبهين لها من قبل. اللي بيعجبني بنور انه تحكي لغتها الجزائر، كتعجبني بزاف صح؟ تعجبني بزاف. فحلو هيك يفتح. بعدين حسيت في شيء مغير شوي بالفيديو، انه هيك في حماس اكثر، في حياه اكثر بهالفيديو. عاده ايه بنشوف، عاده بنشوف هيك اكثر في رواق، فهذا اللي حسيت الفرق فيه كمان. شكرا يارا. فايا، عم بتشوفي تقدم باداء على نور؟ مساء الخير نور. مساء الخير. لكن بنكون عم نظلمها اذا قلنا ما في تقدم، بس لكون صريحه باقي المشتركين عم يتطوروا اسرع. انا حاسه في يعني التقدم عندهم اسرع. ما بعرف في شيء، يعني انت ما بينقصك شيء، الصوره صورتك كثير منيحه من اول يوم، دائما يعني الاديتنج تبعك حلو، الموسيقى شو بتعملي، المحتوى، بس ما في هالشيء انه ممكن انا اشوف هذا الفيديو ما ارجع اعمل له شير، عرفتي؟ ما في شيء مبهر، فما بعرف. شكرا لك فايا. اكيد بانتظار علاماتكم. نور، معروف عنك انك بتساعدي الكل، كل زملائك المشتركين بالتصوير، انت مين بتحبي هيك يساعدك؟ انا نحب اللي يساعدني اللي يكون طريقه تصويره كما انا، عبد الرحمن. تشبه طريقه تصويرك؟ عسلامته عبد الرحمن. فايا، نحن بانتظار توضع العلامه المناسبه لك لحتى نشوف المعدل العام على 75. عبد الرحمن شكله. اذا نور عن فئه السفر 49 يا نور، وترتيبك بيكون على الشكل التالي. وليه كده بقى ان شاء الله؟ 49 اذا نور تحتل المرتبه السادسه. شكرا لهلا. شكرا لك. قبل الفاصل عندنا مفاجاه من نوع خاص حضرها فريق نجوم بلا حدود، وفيها رح نتشارك معكم انا واعضاء لجنه الحكم لحظه غاليه كثير بمناسبه عيد ست الكل، عيد الأم. ماما، ما فيش أي كلمة أقدر أقولها تقدر توفي وتكفي جمايلك عليا. بدي أقول ماما كل عام وأنت بألف خير ويديمك فوق راسنا يا رب. بعيد الماما وبقول لها خليكي بصحتك وإن شاء الله تضلي هيك منورتي لنا حياتنا أنا وخيي. أمي ثم أم لحد آخر يوم في عمري. حب عيد أمي وهدية هالأغنية. ما فلي قصرت أكيد، وبعيد كل أمهات العالم. أغني لها إيه؟ ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي. في غنية دايما كانت تغنية وقت تنيمنا، وصوتها لهلا يعني بقدر أسمعه. بالنسبة إلي يمكن أكتر صوت ممكن إذا سمعته يبكيني إذا سمعت عم بتغني. أنت الأمان
أنت الحنان من تحت قدميك لنا رجلا. بالنسبة لي هي مثل الأعلى بالحياة، أخذ كل شيء منها، الحنية، الطيبة، الصوت الحلو. شكرا انك انت اديتيني الموهبه واديتيني الكاريزما واديتيني الصوت واديتيني حس الدعابه وقويتيني. اخر شيء بتفكري بحالك، بس يمكن هذا احلى شيء فيكي مثل كل الامهات. بالرغم من كل مشاكلك ومشاكلك الصحيه يعني بتنسيها ما كانه بك شيء، بس لانه بتعتلي همنا. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل ويا ست الحبايب يا حنانه نونا. ان شاء الله يا رب تضلي معنا اطول وقت ممكن. شكرا على كل شيء عملتيه من وقت ما خلقنا لهلا، والله يحرمنا منك يا رب. والله يخليك الامهات العالم. مش حالك مش حالك. وبيبقى هالعيد الاغلى علينا كلنا وعلينا كلنا وعليك انت كمان. انت مش ام؟ ايه ولا ميرسي. نعاد عليك. ليه عملت لك كيف عيد الام؟ ليا جابت لي كذا كادو مؤثرة وبتقول لي انه I'm the luckiest girl I have mom like you. بلا انا انا المحظوظة اكثر شيء. الله يخلي اولاد كل العالم وما يحرم ولا حدا من ولا ست من كلمة ام. هيدا بعتقد اكبر نعمة ربنا بيعطيها لاي سيدة بالمجتمع. فاصل سريع وراجعين انطرونا. مكملين بأجواء التحدي مع نجوم بلا حدود يلي فيكن تعيشوا كل تفاصيله بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، والتفاعل عبر صفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. مع ماريلين توتونجيان من سوريا بنكتشف إذا إعادة التدوير ممكن يصير لايف ستايل. بحال انكسر البرونزر تبعك فيك تصنعي منه كريم للتسمير. مقابل كل معلقة لوشن منضيف معلقتين برونزر، هيك منحصل على إضاءة بدون التعرض لأشعة الشمس. انتهت صلاحية ظل العيون الموجود عندك، صنعي منه تلق أظافر جديد. فضي الظل بقلب القنينة، حركيهم منيح لتحصلي على براند نيو نيل بوليش. عندك ليبستيك ما بتحبي لونه؟ اخلطيه مع أي لون تاني لتحصلي على لون جديد كلياً. منحط الليبستيكس مع بعض بمعلقة أو بإناء قابل للتسخين ومندوبهم على نار هادية، وهيك منحصل على لون جديد. بونسوار مارينين. بونسوار. بداية مع فايا، كنت تعرفي انه فينا نعمل هالاشياء من قبل فايا؟ لا ما عندي، يعني شايفة بس تبع البرونزر. الافكار جديدة ويعني كتير صح للفئة اللي انت عم تعمليها. وحبيت الجرافيكس تبعك كتير متحسنين، يعني كيف عم تحطي، قبل كنا نشوف مثلا باك جراوند بينك وكتير منه كان شيء هيك جذاب. لا في تحسن. شكرا فايا. وائل، بأي معيار كانت ماريلين أقوى اليوم؟ بصراحة في كله. To be honest، ماريلين من أقوى الناس اللي موجودة هنا في المسابقة، ويعني بتتحسن، والوحيدة اللي مستواها ما نزلش بس بالعكس بيتقدم. ف this is a plus. وبعدين عجبني فكرة الفاست موشن بتاع الفيديو، it's funky كده على weird على مش عارف، فاهمة قصدي؟ يعني تحس حتى روحها حلوه في الفيديو، مش بورينج ابدا، بيطلعوا كتير حلوين. شكرا وائل. يارا، قدرت ماريلين تقنعك بافكارها؟ اول شيء ماريلين مش معقول كيف مبينه، ما شاء الله عليها منوره، شو هالحلو هيدا، مبين النضاره ومبين الجمال ومبين كل شيء. الله اكبر، عن جد ما شاء الله بتعقدي. هتقعد دلوقتي اسكت انت بتغير.
دايما بنطر الفيديو تبع ماريلين، يعني ماريلين مش انه تقدمت او ما تقدمت، لا، ناطرين دايما شيء حلو ومعلومات جديده وفيديو حلو. اليوم المعلومات مثل ما قلنا، تما نعيد الكلام نفسه، جديده ما بنعرفها، كل ست وكل يعني بنت بتحب انه تعرف هالمعلومات. حبيت كثير البرونزر، انا بدي شوي البروديوسرز اخذوهم كلهم للاغراض اللي عملتهم، جربون لحتى ما تقولوا ما بيجوا تسلق. خلونا شوي شو شي روح أرجع أعمل لك تكرم عينك. أوكي، لكن نحن بانتظار علماتكم. ماريلين، شو أكتر شي تعلمتي بهالبرنامج؟ أكتر شي تعلمته هو الصبر، إنه يكون عندي ثقة بالحدث تبعي، إذا مآمنة بفكرة معينة ما أتخلى عنها. مظبوط، معك حق، هي الثقة أهم شي، بتقنعي الشخص مجرد ما تكوني عندك ثقة بحالك. خلينا نشوف العلامة اللي بتحصلي عليها. 70. عم تتعادلي مع زاهد، وترتيبك بيكون بالمرتبة تالتة، هي التانية لأنه متعادلين. شكرا. مع محمود أشرف من مصر، معقول يلاقي طريقه يجمع فيها بين إعادة التدوير والكوميديا؟ يا محمود، شو رح تعمل موضوع الاسبوع اعاده التدوير؟ يا عم اعاده التدوير ايه وكلام فارغ؟ يا ابني اعاده التدوير ده بتاع العيال الفرافير، العيال الطريه، احنا الحاجات السليمه بنبوظها، تقول لي اعاده التدوير؟ لا لا انا مش هعمله. يا عمي اذا ما رح تعمله رح يطلعوك من البرنامج. جد والله؟ اه. طب على كده بقى احنا العرب اساس اعاده التدوير، يلا مش هم عايزين كده؟ كم مره فتحت علبه الحلاوه لقيت فيها ادوات الخياطه بتاعت امك، اعاده التدوير ده ولا مش اعاده التدوير؟ فلنتك القديمه مش بيتمسح بيها المطبخ واحيانا بتبقى لمعه جدا. ايه يا ام ده يا ام؟ اتفضل يا عم. حتى الشيبسي والجزم عملوا منه سلاح يدوي. احنا العرب اساس اعاده التدوير، بس لو ركزنا في التفاصيل. لكن هنعمل ايه؟ بنكل. شايف كوبايه الماء في ايدي دي؟ مش انا كنت بشرب فيها ميه؟ ممكن اطفي لك فيها سجاير. اعاده التدوير دي ولا مش اعاده التدوير؟ يا عم انت بتقول اي كلام. يعني عايز اقول لك ايه يا عبد الرحمن؟ ده منظر واحد يطلع يتكلم على اعاده التدوير الا انا اطلع اتكلم. ايه التحديات دي يا عبد الرحمن؟ ناصر المره الجايه اقول لك التحدي عن زراعه المغنيسيوم. بص يا عبد الرحمن، انا مش عامل ده، انا مش بتاع اعاده التدوير. شوف انت هتدور على ايه، ربنا يقويك انت بعضلاتك دي، دور براحتك، انا مش هدور على انت. متاكد من كلامك؟ لا لا مش عامل انت حبيبي. طب انا ادعي لي. يلا ربنا يوفقك يا عبد ان شاء الله في مرحله الخبر. يلا ازيك يا محمود؟ زي الفل. وحشتني. انت اكتر والله. وائل، شو رأيك بالكوميديا السوداء اللي قدمها محمود بهالفيديو؟ وائل ابويا بيسلم عليك وبقول لك واحدة واحدة عليا. كوميديا سوداء؟ لا على فكرة، مع انه كوميدي بس المحتوى بتاعه حلو. يعني فكرة انه الشبشب بيترمي عليه وده إعادة تدوير، وفكرة شو قصدك يعني الشبشب بيترمي عليه؟ ليه ليه اختار الشبشب؟ لا مش بس، وقبل الشبشب كان فيه جبت كله ومسكتي لي في الشبشب. لا لا كان فيه قبل ايه الشبشب؟ فالنات وعلبة الحلاوة اللي بتلاقي فيها مش عارف مين يعني هو بيطلع الحاجات اللي في البيت المصري وبطريقة حتى بيوت العربية كلها البيت السوري كمان بالظبط. يا ما ترقعنا بشباشب، بس مش دي قصة. انه ده اعاده تدوير. حلو التفكير اللي في الاخر ده، وحلو ان انت حتى لقحت عليه انه منطقه الخطر. يعني all in all يعني ده ممكن يكون الحمد لله احسن فيديو شفته لك. الحمد لله. خير خير. شكرا وائل. يارا انك تشتغل اكتر وأكتر ان شاء الله. انا تاثرت صراحه على حكي تراني ابكي. يارا شو تعليقك على اداء محمود الليله؟ كثير مهضوم الفكرة هيك، أخذها بطريقة كوميك مهضومة كتير، ومحمود عنده كاريزما. يعني أنا بصراحة أنا وفايا كتير كتير بيضحكنا يعني، ضحك يعني عن جد، خاصة الفكرة بالآخر والفكرة لوين أخذها وعن شو حكي. برافو محمود. شكرا. فايا، برأيك محمود قدم سكتش متكامل ضمن التحدي؟ ايه انا حبيت السكتش لانه حسيت ما فيه مجهود ووصل الفكره، يعني قاعد عم يتساير هو ورفيقه ووصل لنا كل الافكار. بسيط وحلو ومهضوم. برافو محمود. شكرا. شكرا. اكيد نحن بانتظار علاماتكم. محمود، يعني مره جبت سيره الباميه تبع الوالده الله يخلي لك اياها، وهلا البابا، يعني انت حتعرف ترجع على البيت بعد البرنامج ده؟ انا اظن ان ابويا مأجر اوضتي اللي في البيت دلوقتي يعني. او حيستعمل الشبشب. حيستقبلك بالشبشب. ربنا مع وائل. حنستقبلك احنا هنستقبلك في قلوبنا. ربنا يخليك. اكيد. شو خلينا نشوف علامتك. يلا محمود.
كويس. 65 يا محمود. اخيرا خرجت من الخمسينات الحمد لله. ايه ارتحنا من الخمسينات. ربنا يكرمك يا وائل يا رب والله. خلينا نشوف ترتيبك محمود عن فئة الكوميديا بالمرتبة الخامسة. شكرا. شكرا لك محمود. بين معنا مشترك من المهددين بمغادرتنا الليلة وهو سارة يوسف. مصير مشترك واحد بعده معلق بمرور راشد المتاعب من السعودية، ومعه منشوف شو الأفكار يلي بتخطر على بال الموهوب بالفن والتصميم لما تكون حماية البيئة أساس التحدي. مساء الخير راشد، كثير حلو الفيديو، هيدا رأيي. كويس. بحب هيك بستخجل. خلينا نشوف إذا يارا حبيتي تناتي أكثر، قدرتي أكثر موهبة راشد ليلى بالفيديو. أول شيء خلينا نكون متفقين، أنا أبغى هذه اللوحة. أبشر ولا يهمك. إيه بلاش كده. إيه. أمال؟ لا دي تعبانة عليها وقاعد أسبوع بيرسم. القرار لراشد، راشد شو؟ هو ما هو اديني 10 جنيه اديك 10 جنيه. ما تكون غيور يا وائل، بلكي بالحلقات الجاية طلع كمان لوحات، بالدور بالدور. ما تعتلي هم راشد أصلا ما بيحكي. راشد راشد وعدني الأسبوع الماضي إنه يقدم أحسن. أنا لما عرفت شو الموضوع هالجمعة قلت أنا شو رح يقدم راشد، معقول إنه صعب الموضوع عن جد عند بعض الفئات، بس أبهرنا صراحة، يعني مبدع كان. الأشياء اللي استعملها، الوراء، التفاصيل كلهم تما نطول كتير، يعني البلاستيك رائعين، يعني فيديو لايك 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 لايك. شكرا يارا. ما يكونش مش عاجبك. فايا، شو الأثر يلي تركوا عندك راشد والفيديو؟ كاملة سوري بحكي على العالية. راشد بأول حلقات شفناك بس عم تعمل جرافيتي، بس أنت أكثر بكثير من فنان جرافيتي، يعني أنت فنان تشكيلي بتعمل ميكس ميديا كثير حلوة، وأنا عن جد متشوقة هلأ شوف أعمالك اللي انعرضت، يعني عم تعرضها بالحلقة وغير. عن جد انت حدا موهوب، وفكره كيف وصلت لنا حتى استعملت اللوحات اللي استعملتهم بهديك الحلقه كثير كثير موفقه، وحبيت حتى طريقه تصويرك، يعني انت غير انك فنان عندك طريقه صنع الفيديو، فبرافو راشد. تفضلي يارا، تضيف شيء. فظيع، بيبهرني كيف بيختار الموسيقى بالفيديو، فظيع مش معقول، يعني انت بتختار الموسيقى كثير حلو صراحه، ما بعرف ما في تفسير. هو بيختار. وائل. لا هو سؤال. شو السؤال؟ ايه؟ عرفت شو السؤال؟ قلتي ممكن يرجعوا هالفيديو لراشد للمرتبة الأولى. هو أنا بس عايز أعرف حاجة، وأنت ليه رسمت بغبغان؟ اشمعنى رسمت بغبغان؟ طبعا رسمت الببغان لان الله اكبر اتكلم اهو. سقفوا يا جماعه، الحمد لله اشكرك يا رب. طبعا رسمت الببغان لان اللوحه اللي عندي كانت بالطول، فالطريقه اللي لقيتها انه يكون شكل ببغان. والاوراق الاوراق يمكن كمان. لا بس اول حاجه برافو ان انت استخدمت كل حاجه، حاجات اللي هي الاورجانيك والحاجات اللي مش اورجانيك
البلاستيك والأورجانيك العضوية والغير عضوية. شكرا للترجمة. برافو عليك، يعني حتى كمان من التحدي القديم جبت حاجة أنت عايز تخلص منها أصلا، فبرافو عليك. يعني شكرا وائل، أكيد بانتظار العلامة المناسبة لراشد. راشد، أنت بحياتك اليومية بتقوم بإعادة التدوير أو التحدي الليلي شجعك؟ بالعكس، أنا حياتي كلها إعادة تدوير. والله شكرا لك راشد. خلينا نشوف علاماتك، شو شعورك؟ علامة عالية. 75. سكر السكور راشد، اكيد انت بالمرتبة الأولى. هلا بفهمك إذا ما فيك تحكي. 75 لراشد وبالمرتبة الأولى. حتى الليك اللي تابلو وقف ما بده يشتغل بقى. اوكي، ألف مبروك راشد. شكرا لإلك. لا معلش، مو على الفرح اكيد على وجهه لراشد. لا ما فيش، ما فيش فرح، ما فيش حاجه. لا مبسوط جدا. 75 اول مره، انه صعب كثير لحتى يسكر سكور. تفضلي فايا. مبروك لراشد، بس حرام نور الدين كمان اول مره حدا بيجيب 74. بالنسبه لي نور الدين وراشد هم المركز الاول النهارده. صح، اكيد هلا المنافسه عم تقوى وكل المشتركين يعني عم بيكونوا بمستوى عالي جدا، يعني وضع العلامه صعب. ما فرقتش درجه ما بين نور وبصراحه. اوكي وائل، شكرا لك. رح نشوف المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع، وهن ساره يوسف ونور ابراهيمي. اذا ساره ونور هن حاليا بمنطقه الخطر وبحاجه لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك، والمشترك الرابح باعلى نسبه تصويت من الجمهور رح يكون عنده فرصه ثانيه للاستمرار بالمنافسه، والثاني للاسف بغدرنا الليله. تصويت ابتدى، ولتدعموا المشترك المفضل عندكم روحوا باسرع ما فيكم لصفحه الان على فيسبوك وصوته. وهلا رح نتذكر سوا كيف كان مرور سارة ونور بتحدي الليلة من نجوم بلا حدود. كاين بزاف ناس يحبوا السفر، وانا وحده منهم، واقل شيء نقدر نعمله به نوري امتناني للارض اللي راني عايشه فيها هو اني سافر بطريقه مسؤوله، نحترم الاماكن اللي نزورها ونخليها للي يزورها بعدي. كلنا نعرفوا بان شرب الماء مهم بزاف خصوصا في وقت السفر. الحاجه اللي ما نعرفوهاش انه 80% من قارورات البلاستيك العاديه لا يعاد تدويرها. الحل البديل هو هذه القارورات القابله لاعاده الاستعمال عده مرات، وبهذه الطريقة نوفر من مصروفي خصوصا اذا كان الماء الحنفية في البلاد اللي راني حاليها قابل للشرب. وقررت نستعمل كيس من القماش عوضا عن اكياس البلاستيك ونعتبره كسايل ليا. واخيرا نتكلموا عن الاوتيلات. انا نعرف بان فكره استعمال شامبو مجانا من الاوتيل فكره مغريه جدا، ولكن فكروا بان كل مره تستعملوا فيها قاروره شامبو من الاوتيل حتى ولو بقى فيها ترمى، وفكروا في عدد القارورات اللي راهي تترمى من الاوتيلات حول العالم. انا الحل اللي نعمله اني نجيب قارورات صغيره من المنزل نمليها بالمستحضرات اللي نحتاجها، وبهذه الطريقه نكون وفرت البلاستيك اللي راهو يترمى حول العالم. وحاجيكم كيف أفرز أغراضي وإعادة تدويرها بكل سهولة. علبة كان فيها مية وارد، لما خلصت استعملتها صابون للوجه. بعد ما خلصت علبة الشامبو حبيت هاي كتير، ما حبيت أرميها، هي علبة مربى واستعملتها قطنيات لوجهي. ما بدي هذا القميص، ممكن أستفيده بشي تاني أو أعطيه للمحتاجين اللي بيحتاجوه أكتر مني. شفنا بحياتنا اليومية أشياء عن تدويرها بطريقة سهلة ومبسطة، وهلا حورجيكم ليش لازم نعمل إعادة تدوير. سارة ونور حاليا بمنطقة الخطر وبحاجة لتصويتكم هلا، ولهيك روحوا بأسرع وقت على صفحة التلفزيون الآن على فيسبوك وصوتوا للمشترك اللي بدكم تشوفوه بالحلقة الجاية. فاصل وراجعين. ما
منرحب من جديد بجمهور نجوم بلا حدود وتلفزيون الآن. كل أخبار المشتركين والتحديات بتشوفوها باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ منرجع للمشتركين الواقفين بمنطقة الخطر ومنسمع رسائلهم للجمهور بهالتقرير. أنا نور إبراهيمي، مشتركة عن فئة السفر والمغامرات. مشاركتي في هذا البرنامج زادت لي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي. راني الآن في منطقة الخطر، نحتاج تصويت تاعكم، تصويتكم هو الوحيد اللي يقدر يسلكني. تجربة نجوم بلا حدود راهي تزيد لنا كل يوم وكل أسبوع في الصعيد تاعنا، لأن رانا نتعرفوا على ناس محترفين اللي راهم يعلمونا، فبليز صوتوا لي. مرحبا، أنا سارة عن فئة الفلوج. أنا مرحلة الخطر للأسف ومحتاجة دعمكم وتصويتكم. هلأ أنا صرت أقطع شوط كبير بالبرنامج وحابة أكفي لأطور من موهبتي ويوصل اسمي للعالم، فلا تنسوني بتصويتكم حبايبي. شكرا. الوقوف بمنطقة الخطر الخوف الأكبر يلي بيهدد كل المشتركين حتى الأقوى من بيناتهم، ولكن الأمل بيضل موجود مع الجمهور الحاضر بالتصويت لدعم الموهبة الأفضل بالنسبة له. هون بدي أسألك سؤال يارا، برأيك فئات المشتركين ممكن تساعدهم ببعض التحديات تخليهم يتميزوا أم لا الفرص متساوية؟ هلا يمكن أول برنامج كانت صعبة شوي بالنسبة لهم، بعدين خلص اكتسبوا أخذوا خبرة، صاروا يعرفوا حالهم شو بدهم، يعرفوا شو اللي يقدموا شو يقدموا أحسن. شكرا يارا. وائل، يارا قالت أنه صارت تحب العلوم من بعد البرنامج، أنت شو البرنامج غير بحياتك؟ لا بقيت يمكن أحب الويلنس أكتر كمان من الويلنس. سمر أنطون يعني بحاجة هو لويلنس. إيه محتاج صفاء ذهني خلاص أنا ضايع. إيه مزبوط هيك، أنا بوافقك الرأي. لا أنا طول عمري كنت جيم وحاجات هايب كور قوي، بس الويلنس طبعا عارف عنها، بس فتحت لي مخي شوية على الستوريز تبع كلهم هلا مؤخرا عن الاكل والمطبخ. اللبناني كان مؤخرا صح. اوكي وائل شكرا لك. فايا، قد ايه المشتركين صاروا جاهزين انه يعملوا فايرال فيديو؟ برايي من العناصر الخمسه اللي نحن بنقيم عليها اكثر شيء المشتركين، انا برايي يعني عم يتطوروا بالمحتوى والجماليات، يعني صار تقنيات الفيديو عم يتحسنوا كثير بسرعه، المحتوى عم يجيبوا التحدي. هلا الابداع هو اللي يعني برايي الاليمنت اللي هي الابداع هي اللي بتخلي الفيديو ينعمل له شيء نقول واو، نرجع نعمل له شير ويروح فايرل، فالابداع بدهم يعني يركزوا عليه. شكرا لك فايا. وهلأ منرجع لأجواء التحدي، ثواني وبيتوقف التصويت ومنعرف مين المشترك يلي أنقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسة ومين المشترك يلي للأسف بغادرنا الليلة. معنا سارة من فلسطين عن فئة فلوغ، هاي ثالث مرة بتكون موجودة بدائرة الخطر. أما نور من الجزائر عن فئة السفر، هيدي أول مرة بتكون موجودة بدائرة الخطر. علامات أعضاء لجنة الحكم وضعوكن بهالموقف، ولكن الجمهور رح نشوف لمين صوت. التصويت توقف والنتائج صارت جاهزة. المشتركة يلي أنقذها تصويت الجمهور من منطقة الخطر هي نور إبراهيمي. ألف مبروك لإليك. للأسف سارة، نتمنى لك كل التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. نلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون الآن. المفاجآت والتحديات الجاية أكيد رح تكون حماسية لأقصى حد مع المواهب التسعة الباقية، وكل واحد منهم مصر يحقق حلمه بالوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على ألف خير.
Thank you.